يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الضابط في إقامة الحجة على المتلبس بالشرك الأكبر الذي هو صرف العبادة لغير الله؟ هل المعتبر هو بلوغ الحجة أم لا بد من فهمها؟ إذا كان يفهم اللغة التي تبلغه بها فإقامة الحجة تبليغ فقط وهو يفهم، إذا كان ما يفهم أعجمي تجيب له لفظ عربي وهو ما يفهم لازم تترجم له تبين له فهمه. نعم.